طيب نتيجته انقل هنا لدكتور شادي انه لما نشوف المؤسسات الاقتصاديه بتشيد وبتقول ان احنا حققنا انجاز وما الى اخره, الناس دي هل هتجامل؟ يعني بتكون ايه هي الشواهد او بناء على ايه بياخدوا القرار او التصنيف اللي بيحطوا مصر فيه؟ طيب فندم, هو اولا بس لازم نفهم ان المؤسسات دي مش بتخاطب الجمهور المصري خالص. المؤسسات دي بتخاطب المستثمرين العالميين. تمام. مش بس المستثمرين الافراد, لا دي بتخاطب صناديق, وصناديق رؤوس اموالها تتعدى يعني مليارات الدولارات يعني. فمش مستهدفين الجمهور المصري خالص عشان يهاجموه يعني يضحكوا عليه او يعني ما يقولوش الحقيقه. دي اول حاجه. طب طريقه التقييم بتبقى ازاي؟ طريقه التقييم بعده طرق. يعني اولا المؤسسات التصنيف الائتماني او مثلا المؤسسات العالميه صندوق النقد بتبعت بعثات من عندها, ستاف كده من عندهم, يدخل يقيم سواء بقى اداء الحكومه البرنامج بتاعه او يقيم ادوات الدين بتاعه الحكومه في ظل متغيرات كتيره جدا, يعني اكتر من 20 30 متغير كده, عشان في الاخر يطلع التصنيف بتاعه سواء مؤسسه التصنيف الائتماني او في الاخر يطلع تقييم البرنامج بتاعه اللي هو كان متفق عليه الاول بالنسبه لصندوق النقد. فصندوق النقد مثلا بيحدد لحضرتك, هو محدد بادئ معاك البرنامج بان احنا في شهر كذا هنكون وصلنا لواحد اتنين تلاته اربعه خمسه, خمس مؤشرات رئيسيين تحت كل مؤشر فيهم حوالي ست سبع مؤشرات فرعيين. احنا الحكومه المصريه حققت كم مؤشر رئيسي؟ خمسه. كم مؤشر فرعي من تحتهم مثلا؟ سبعه. يبقى انت كده وصلت لدرجه اكتمال في البرنامج بنسبه 90%. هقطعك معلش في النقطه دي لان اول ما ابتدينا نتعامل مع الصندوق كان طلعت فيه اراء وناس متخوفه ان الصندوق كان اشتغل مع دول تانية وبرنامج ما نجحش, فيقول لك يعني لا ده الصندوق غرق دول قبل كده. فده بيبقى راجع انه ما نفذناش صح, ما استمرناش, اشتغلنا سنة ما كملناش, فبالتالي البرنامج ما جابش نتيجة. يعني ده برضو بيبقى التقييم بناء على ايه؟ طيب فندم بص حضرتك, احنا مش هنقول على دول تانية, الصندوق فعلا له اكتر من تجربة في مصر. احنا عندنا تجربة في اواخر الثمانينات واوائل التسعينات, والتجربة نجحت اول ثلاث سنين زي ما احنا وفضلنا الحالي ده. التجربة نجحت جدا, حقق المؤشرات الرئيسية بتاعته كلها. طيب. الصندوق نفسه اعلن نجاح التجربه كويس, لكن بعد كده بيحصل تحول, انحراف عن السياسات اللي انتهجها الصندوق. التحول ده بقى نتيجه ايه؟ نتيجه ضغوط سياسيه ماشي حضرتك كده, او ان مثلا رئيس الجمهوريه مثلا او النخبه خايف على الشعبيه والكلام ده, فاللي هو بيحول الموضوع مسكنات. او تغير في الاحوال العالميه بتجبر الحكومه نفسها ان هي تتخذ مسار مختلف, زي مثلا ان مثلا اسعار الفائده تتغير. طب ما احنا الوضع الاقتصادي العالمي يعني في تراجع وفي ركود, واحنا انا مش كلامي بكلام هذه المؤسسات بتقول على الرغم من تراجع نمو الاقتصاد العالمي الا ان مصر شهدت نمو ملحوظ. لا ما هو حضرتك احنا مرتبطين ارتباط مش كبير قوي بالاقتصاد العالمي. يعني احنا الاقتصاد العالمي بيأثر علينا من ناحيتين. اول حاجه من ناحيه الاستثمارات, حصل ازمه الماليه العالميه الحمد لله كنا في مأمن. يعني تبدا ليه احنا مثلا ما حصلش عندنا ارتداد كبير جدا للازمه العالميه؟ لان زي ما قلت لحضرتك كده الارتباط ما بيننا وما بين الاقتصاد العالمي ارتباط مش قوي جدا, زي مثلا الارتباط مثلا بين الولايات المتحده الامريكيه وانجلترا. احنا اولا البنوك بتاعتنا منكشفه بشكل دول الارتباطين يا فندم, البنوك منكشفه بشكل اقل على العالم الخارجي, على البنوك الخارجيه. فاذا حصل هزه في النظام المصرفي العالمي او النظام المالي العالمي ما بتظهرش عندنا بشكل كبير لان انكشفنا عليها او ديوننا عليها قليله. دي اول حاجه. تاني حاجه, احنا بنتاثر بسعر الفايده لان احنا بنحتاج للتمويل كبير جدا من الخارج, تمويلنا جزء كبير جدا منه من الخارج. فاذا سعر الفايده ارتفع في الخارج احنا التمويلات بتجينا بتقل. احنا دلوقتي بنشهد دلوقتي انخفاض لسعر الفايده في العالم, فده بالنسبه لنا احنا ده مؤشر كويس جدا. ليه؟ لان احنا كل ما الفايده تنخفض في العالم الناس بتجيلنا تستثمر عندنا اكتر, لان احنا معدلات الفايده بتاعتنا عندنا كويسه جدا في نفس الوقت اللي فيه نظره ايجابيه للاقتصاد المصري. فالناس جايه بتاخد فايده كويسه وفي نفس الوقت امنه, معدل المخاطره بتاعه الفايده اقل. طيب. فعشان كده بيجي يعني.